الفقرة دي هتكون زي حالة طوارئ كده، يعني لو معاك خيار انك تكلم لعيب واحد بس في المواقف اللي انا هقولها لك، لو بتنقل من بيتك لبيت تاني هتكلم مين يساعدك؟ لعيب في فرقتك او في اي فرقة؟ لعيب في حد فرقتي يعتمد عليه ان هو يساعدك في نقل البيت من بيت لبيت. ده من الاهلي ولا من اي حتة؟ لا لا، من اي حتة. من اي حتة؟ كابتن محمد الشيبيني. ليه؟ لا ده اخويا، اخ كبير ليا ومعايا في كل حاجه ومعايا في ازماتي قبل الحلو بتاعي. فهو لا ده اخويا الكبير فعلا معايا هنا في الفرقه في الانتاج. لو رايح حفله 5 ستارز ولعيب واحد بس اللي هتاخده معاك، صلاح وتاكا. ما تكمليش صلاح وتاكا. اشمعنى؟ يعني عارفه اللي هم اتنين صحاب قوي واتنين اخوات قوي، فعارفين عن بعض كل حاجه ومع بعض في كل فهو حاجه. فهو الحفله 5 ستارز ليك، وهو دمه خفيف جدا. يعني انا قاعد بموت من الضحك. لا هو صلاح. نفس الحفله 5 ستارز ومحتاج بدله شيك جدا، هتروح تستلفها من مين او هتخلي مين يختار لك الديزاين بتاع البدله؟ هخلي مين يختارها لي او تروح تاخد منه بدله جاهزه بقى خلاص، مش هتفضل تفكر يعني مين شياكه كده. احمد الشيخ. لو هروح اخد منه البدله على طول. احمد الشيخ. مش هتعمل بدله، هات البدله بتاعتك. هات البدله بتاعتك. مسافر علشان تغير جو وتفصل، لعيب واحد بس هيكون معاك في السفرية دي هيغير مودك للأحسن، هيكون مين؟ لعيب واحد؟ من الأهلي ولا من هنا؟ لا 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 خلاص كله جنرال. طبعا اخد محمد فوزي من هنا من الانتاج الحربي. ليه بقى؟ خليك تبقى دم خفيف جدا. يعني بصي انا في اوقات كتير ببقى قاعد متضايق، هو بيروح معايا البيت عشان خاطر يموتني ضحك بس. لا هو اصلا من المنصوره مش من هنا. فلا هو دمه خفيف جدا، فما بالك بقى لو سفريه. خلاص بقى الموضوع هيبقى حلو قوي. طيب متجوز وعايز تخرج انت ومراتك، مين هتجيبه يقعد معاك مع الولاد في البيت ياخد باله منهم؟ ياخد باله منهم؟ اكيد مش تأمنوا على اولادك. اكيد مش مامتي. ايه ده ليه؟ عشان مامتي بتتضايق منهم جدا. اكيد مش مامتي. يقعد مع اولادي، ممكن اجيب جدتي. هو جدتك بره لعب الكوره؟ لو لعيب كوره. ده لعيب كوره. لا مش واثق في حد. مفيش لعيب خالص تثق فيه؟ لا مفيش لعيب اصلا اقعده مع اولادي، اللي هو ما ممكن يكون اولادي اشقياء جدا. هيرميهم. يرميهم من البلكونه. فلا مفيش حد، يعني هو اقرب واحد ليا صلاح ده، ما ماسكش ان هو يقعد مع ولادي اصلا. برضه يعني اقرب واحد ليك مش باثق فيه برضه. لا ما يقعدش مع ولادي، اصل انا ما اعرفش ولادي مثلا يبقوا طالعين عاملين ازاي. وهو صلاح ممكن يبقى عنده طولة بال ليا انا، مش لاولادي. انت جاي تقعدني مع ولادك. بطريقك لماتش مهم جدا وعربيتك عطلت، هتكلم مين يجي يلحقك؟ هكلم لعيب كوره ولا بره الكوره؟ لا لعيب كوره، كل ده لعيب كوره. كل ده لعيب كوره. هكلم مين؟ هكلم مين؟ هكلم الشيبيني. برضو. طيب ماتش هتختار فيه لعيب يلعب مكانك وتثق فيه جدا ان هو يلعب زيك بالظبط، هتختار مين؟ اختار فادي فريد. تبقى مأمن ان هو هيلعب تمام. فادي فريد جامد جدا. اتحبست في الاسانسير لمدة 10 ساعات. انا اتحبست فعلا في الاسانسير في مرة. حصل لك كل حاجة. اتحبست انا ووالدتي. لا اتحبست بقى المرة دي لوحدك 10 ساعات ومش معاك غير موبايل، هتكلم مين العشر ساعات؟ 10 ساعات في الاسانسير؟ 10 ساعات. هكلم مين؟ يجي ينقذني يعني؟ هو مش هينقذني بس هو ممكن يجي يهون عليا. ايوه يهون عليك يعني. مش هينقذك من حبستك في الاسانسير. هينقذني من حبستي؟ مش هينقذك يطلعك، هينقذك يهون عليك. صلاح. ان هو جوه وانا بره يقعد يرمي لي كلام، انا هموت على نفسي في الضحك. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع.